أهلا بكم إلى بيروت اليوم. ضيفي عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل الصحفي علي حمادي، ومعه نتناول ما يعني تطورات الأوضاع في لبنان، في بيروت، ملف الانتخابات الحكومة، وبطبيعة الحال الملف السوري وتدخل حزب الله هناك. أهلا فيك أستاذ علي. مرحبا. نورتنا اليوم. والله نورتي أنت. بداية وقفة مع أبرز محاور بيروت اليوم. بين التمديد والفراغ الدستوري، إلى أين يتجه لبنان في ظل لعبة المزايدة الانتخابية؟ وهل يتوصل سلام إلى تشكيل حكومة قبل التمديد؟ معلومات عن أن الجيش السوري سجل تطوراً نوعياً في القصير اليوم، فما هو المتوقع في اتجاه الأزمة السورية؟ وهل صحيح أن روسيا وحليفها السوري يعدان فخاً للمعارضة السورية في جنيف 2؟ أستاذ علي، بصفتك عضو المكتب السياسي بتيار المستقبل، بملف الانتخابات رايحين على التمديد وفي خجل من المطالبة بالتمديد، ولا لا رايحين على قانون مختلط يعني طبلوا له وزمروا له كتير المستقبل والقوات اللبنانية، ولا باقيين على الستين ورح يقدموا نواب المستقبل ترشيحاتهم؟ ياريت توضح لنا الصورة شو يعني الهدف. هدف قوة 14 أذار هو أنه نروح على انتخابات بكل الأحوال. الهدف أنه نروح على الانتخابات بقانون انتخاب يكون الأمثل والأقرب إلى أن يكون موضع إجماع من مختلف الأطراف، ويكون يعني في يحقق المطلبين الأساسيين اللي كانوا بالمرحلة الأخيرة هن، إذا صح التعبير، هن شعارات المرحلة، اللي هو أولا صحة التمثيل، وبالناحية الثانية الحفاظ على العيش المشترك على الكيان، لأنه صحة التمثيل على قاعدة الأرثوذكسي تعطيك صحة تمثيل بالمعنى المباشر، كل فئة تنتخب ممثلين، لكن بتضرب الكيان، بدك تعملي موازنة. ومن هنا يعني نحن يعني مقاربتنا للموضوع كانت انه اوكي بنظهر من الستين، بنظهر من اي من اي من من اي قانون ممكن انه يكون في يشعر فيه اي فئة انه في اشحاف بحقها، لكن بنروح على شيء من التوازن ما بين هذين المعيارين، اللي هو معيار صحة التمثيل مع الحفاظ على الكيان والحفاظ على تركيبة لبنان. شو بينفع لبنان إذا عندك 64 نائب مسلم بينتخبوهن فئاتهم يعني طوايفهن، والمسيحيين نفس الشيء، وبالنتيجة بنكون عم نخلق جزر بين الكل، بين المسلمين فيما بينهم، بين المسيحيين فيما بينهم، وبين المسلمين والمسيحيين. نربح بمحل بس بنخسر كتير بمحل آخر. بدنا نعمل شوية موازنة. ما هي صار في حتى اختلاف بتعريف المعايير، يعني صحة التمثيل كل العالم بتطلع بتحكي بصحة التمثيل، بس لما عم نجي على الاقتراحات اللي عم تتقدم كله عم يخيطها على حجمه يعني طبيعي. وآخر يوم قالوا قوى 8 أدار صراحة أنه بدنا على القليلة توحيد المعيار بالتقسيمات ومش استنسبية ليرضي الرئيس فؤاد السنيورة، نقلا عن أحد نواب 8 أدار. إذا لقيت حضرتكم حريصين كمستقبل، وبطبيعة الحال فيك تنتقد كصحافي كمان، ما ضروري بس جاوبني عن المستقبل، ليش ما صار في توحيد المعيار؟ يعني ليش هيدي خيطوها مثل ما بده وليد بيك جملاط، هي مثل ما بده الرئيس فؤاد السنيورة والنائب بهية الحريري، وفي مطارح أطيح بأحزاب أنه ما أخذ هيك بعين الاعتبار حجمه ودوره. ما هو لما طرح هذا الاقتراح أو هذا المشروع طرح للنقاش وللتعديل، لم يطرح أنه هيدي هي نحن منروح على المختلط بالصيغة اللي نحن طرحناها وقدمناها. نحن ما تنسي أنه نحن كنا عم نشتغل على هذا القانون المختلط بناء على تفويض معنوي وسياسي من مختلف أو من معظم القوى السياسية بالبلد ما عدا 8 أذار، وتحديدا أيضا كنا نحن مستندين أول شيء إلى 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 بكركي، اللي بكركي كانت علقت يعني اجتماع بكركي اللي صحيح. من ضمنه الجنرال ميشيل عون كانوا معلقين البحث في الأرثوذكسي وفاتحين البحث بالمختلط. اثنين البطريركية، هناك أرشيف طويل عريض وفيكم أنتم عندكم إياه يعني بالام تي في وبكل التلفزيونات الأخرى، لتصريحات واضحة من البطريرك الراعي يقول نحن مع القانون، قانون مختلط لكل اللبنانيين، ويراعي التوازن ويراعي صحة التمثيل ويراعي الحفاظ على لبنان. يعني هذا هو المعيار اللي نحن استندنا له لنروح على الموضوع.
طبعا هناك فجوات، نعم في فجوات، نقاط ضعف، نعم في نقاط ضعف. منزل، لا منه منزل. غير قابل للبحث، لا هو قابل للبحث. ولذلك قلنا لشركائنا بالوطن، لأنه في شركاء وشركاء، في ناس يعني بيقتلوا العالم ومجرمين واغتيالات وعم بيقتلوا العالم بسوريا، هدول منهم شركاء؟ ما شركاء غصب عنا صراحة يعني. شعب شريكنا بس قيادتهم، أنا شخصيا هذه هون بنتقل من بشيل الانتماء السياسي، الانتماء السياسي، بقول هولي لا يستحقوا أن يكونوا شركائنا، هولي قتلي وقتلت الاستقلاليين. إيه طبعا. بس هلأ برجع بحط البرنيطة تبع التيار لأحكي، لأنه هذا كلام مسؤول بدي أحكي عنه. هو أنه نحن قلنا لهؤلاء، هيدا الرأي عفوا ما بيمثل التيار أو زملائك بالتيار، ما بيوافقوني؟ لا، في منهم بيوافقوني. نحن بقوى 14 أزار وبتيار المستقبل في أراء مختلفة، في منابر إذا صح التعبير. أنا بعد برحالي، أنا وفي مجموعة بنعتبر حالنا بالمنبر اللي يرفض التنازلات، يرفض الاستسلام، ويقول انه اذا حزب الله بده يكمل بهذه السياسه خليه يكمل فيها، سياسه الفراغ خليه يكمل، سياسه النزول الى الشارع والتهديد بسبع ايار خليه يتفضل، خليه ينزل، شو بده يكمل الاغتيالات مثل ما قتلوا اخيرا وسام الحسن، يكملوا، شو لوين بده يوصلوا؟ اما نعطيهم صك براءه ونعطيهم صك استسلام ونعطيهم توقيعنا واستسلامنا، مش رح ياخذوه. بس ما عم نحن هذا المنبر عم يصير في شراكه بقانون الانتخاب بالحكومه. حتى مد اليد من قبل رئيس سعد الحريري، يعني انه مد اليد سعد الحريري هو يعني طبعا قلت لك نحن هذا وجهه نظر موجوده داخل التيار وداخل قوى 14. طب وجهه نظر اللي بتشابه وجهه نظرك، يعني انه بنلغي هالفئه من العالم؟ لا ما بنلغي، او من القيادات اذا يعني عم تقولوا قيادات نلغيهم ونكفي حياتهم. لا بس ما بنعطيها صك براءة، ما بنستسلم، وما بنقبل بشروطها التعجيزية، وخصوصا أنها خارجة عن كل قيد وشرط وقانون، وهي فوق القانون وفوق البشر، ولا تزال منذ 2005 نازلين قتل واغتيالات وتعديات عن الناس وتعديات على القانون وتعدي على الدستور واختراع ومحاولة نسف النظام والصيغة والتركيبة، فضلا عن التمدد العقاري والأمني وأكل الأراضي، قدم أراضي الفئات الأخرى. شو يعني أنت منك شايفة شو عم بيصير بجبل لبنان، بجبل لبنان المسيحي وجبل لبنان الدرزي؟ أنا ما بدي أقول، أنا ما عم بحكي عن الطائفة الشيعية، الطائفة الشيعية على راسي وعيني وبحطها على راسي، بالعكس هذا موضوع آخر تماما. أما هذا المخطط الذي يديره حزب الله مع عدد من رجال الأعمال تحت حجة أنه والله نحن كلنا سواسية بهذا الوطن، الحدا طارت، منطقة الشويفات رح تطير كلها، الغرب منطقة علي وصولا لحديت عيتات صارت طائرة، ساحل الشوف نازلين فيه. بس في مسؤوليات على الآخرين كمان إذا عم يطيروا المناطق هيك. في مسؤوليات على الآخرين، وفي مسؤولية على كمان المتعدي والذي يحاول أن يقدم بالقوة أراضي. يعني عم يعملوا ليش؟ شو عم بيعملوا؟ شافت أرض بتسوى $100 المتر، عم بيحطوا 150 أعطينا إياها. شو بدهم بأرض 3 مليون متر مربع؟ منا بمناطقهم، هذه الأرض الأخيرة اللي أخذوها من روبير معوض اللي أخذها مجموعة من المتمولين، شو بدهم فيها بساحل الشوف؟ شو بدهم فيها؟ شو برأيك بدهم فيها؟ شو بدهم فيها؟ بدهم يعملوا مجمعات سكنية، ببلش مجمع سكني فيه 7 8 10 15 بناية، ومنبلش نحن بأرض فيها صفر سكان من فئة معينة، بيصير فيها 5000 و7000 و6000 عايشين ببقعة جغرافية بنص مناطقنا، وياريت هي موضوع سكاني إنساني، ما عندنا بروبلم، إن شاء الله يكونوا 200,000، لكن بتتحول إلى مستعمرات، تتحول إلى قواعد عسكرية، بفوت السلاح، بيصير في حسينيات، بيصير في قواعد عسكريه لحزب الله، وبيبلشوا يتعدوا على الناس مثل ما عم بيعملوا بالسعديات، مثل ما عم بيعملوا بمناطق على مداخل برجه من جهه الجيه لتحت. ما في محل فاتوا عليه وقعدوا فيه الا ما في خطه ما لها علاقه بالتمدد السكاني الطبيعي اللي كلنا بنفهمه لما بيزيد عدد السكان. ما في مسؤوليه يمكن على الدروز، الجنوب كله فاضي، ليش عم بيجوا على جبل لبنان؟ معلش انا فتحت هذا الموضوع، نحن عم نقلنا على موضوع تاني، هلا رح نرجع على شو جيبهم على جبال الباروك، شو بيجيبهم على جبال كسروان، شو بيجيبهم على جبال البطرون النزله لتحت، شو بيجيبهم ليه؟
بيروت أخذوها وفاتوا صار صار صارت مجوفة بيروت، بس ليش عم يفوتوا على مناطق مناطق الجبل وعلى مناطق اللي حساسة اللي الناس إذا ظهرت من أراضيها ما عندها محل ترجع له؟ هذا منه سبب إنساني وهذا منه مساواة ما بين اللبنانيين. لازم هون، لكن إذا بدي سلم إذا بدي سلم باللي عم تقوله يعني قراءتك هي الواقع، لازم يكون في عتب ولوم على اللي عم ببيع عندنا أستاذ معوض أو غيره. هلا ما بدنا نفوت بالأسامي. لا مش معوض، معوض لا واحد عم نحكي منهم. إنه يعني إنه كمان واحد. يمكن ينتمون إلى الطائفة غير الشيعية، لازم هون يصير في دراسة وطريقة تحرك على قيادات مع الطوائف الأخرى اللي عم تبيع أرضها. تماماً. يمكن. العتب على ونسيت لي الباع الغربي عم بياكلوا ليعملوا تواصل ما بين البائع الشمالي والجنوب. عم بياكلوا كل الاراضي. هذه الاراضي هي اما مسيحيه واما لدروز وقلائل وقله للسنه بالباع الغربي. وين في ملكيه كبيره عم يجربوا ياكلوها؟ سالوا بيت سكيف قديش في عروض على اراضيهم من فئه محدده ومنا للتجاره، لانه عم تتحول لاسكان، ما عم تتحول مثلا اراضي زراعيه بس مشان نعمل زراعة، مشان نعمل مشاريع زراعية، عم تتحول ليكون في تواصل جغرافي، تواصل سكاني. والمشكلة وفيك تشوفي تماما الشيء اللي صار بالسعديات. طيب تعمرت بنايات بالسعديات، تأجر ناس، فات فئة من الناس على هذه البيوت، أهلا وسهلا، هذه بيوتكم أنتم لبنانية، أرض أرضكم والبلد بلدكم، ومناطق الدبية، مرتفعات الدبية لجهة البحر. شو فوت السلاح؟ ليه في حسينية هونيك؟ ليه في مركز لحزب الله وأعلام لحزب الله وبوسترات لسيد حسن نصر الله؟ ليه على كواع الشويفات ودير أوبل فيه؟ ليه ببشمون؟ ليه بعرمون؟ لأنه جمهورهم واسع وبأيدهم. لا بس جمهورهم بمناطق الغير بيجي بيسكن مثل أي، مثل ما لو طلعنا نحن قعدنا بالنبطية واللي بنعتبرها أرضنا وأهلنا وكل شيء نسكن، بس ما بنقول مثلا، أنا ما بنقول بجيب معي مركز لتيار المستقبل أو الحزب التقدم الاشتراكي اللي أنا يعني أشعر بانتمائي أيضا له بنفس الوقت. يعني حضرتك عم تقول الامتداد السكاني هو امتداد سياسي حزبي. الامتداد عم بيبلش هيك، عم بيرتكزوا على التمدد السكاني اللي هو عادي طبيعي، لكن عم بيرتكزوا عليه لأهداف سياسية أمنية عسكرية ليكمشوا البلد من كل مفاصلها ويقدروا بأي لحظة ينقضوا على المناطق المنيعة والمناطق اللي عم تقومهم والمناطق اللي رغم كل المصالحات، ونحن مع المصالحات، رغم كل المصالحات مع الجبل، تعرفي أنت إذا بتسألي بالجبل الشعور بالخطر الأول هو شعور من حزب الله، خطر من حزب الله قبل كل الأخطار الأخرى. يعني ومن هون بقول لك انه لا، الحق على قياداتنا. نعم القيادات الدرزيه بعضها لا يفعل الكثير، بعضها لا يفعل شيء، وبعضها ربما يغطي هذا النوع من هذه الامور عبر انه هو يكون نوع من بارافان لشراء اراضي لادخال هالنوع من المستعمرات. وانا بسمح لنفسي انه اقول مستعمرات، لانه هذا التصرف الذي يقوم به حزب الله مع مجموعه من رجال الاعمال اللي بيدوروا بفلكه، تاج الدين وما تاج الدين وكل المجموعه بنعرفهم كلهم، اوكي، هذه المجموعه وهذا المخطط يذكرنا بما كان تفعله الوكالة اليهودية بفلسطين. أنا بذكر أنه بالثلاثينات والأربعينات ربع فلسطين طارت بالبيع قبل ما اليهود كان عندهم 1% من أراضي فلسطين بأول الثلاثينات. سنة 48 كان عندهم حوالي 40% من أرض فلسطين التاريخية بالشراء. سهل الحولي، رجعوا على التاريخ، لعائلات لبنانية، بيت بستروس، بيت سرسو، بيت سلام، بيت أرسلان، شوية عدة عائلات صاروا يشتروا منهم. طار سهل الحولي بالملكية العقارية لليهود قبل ما يصير في حرب. وأنا ما بدي أقول أنه هولي مثل هول، بس أنا بدي أقول أنه سلوك حزب الله مثل سلوك الوكالة اليهودية. وأنا أميز ما بين أخي ومواطني الشيعي مثل السني، مثل الدرزي، مثل المسيحي، كل واحد. خلينا نقول انه حق الشراء مشروع وحق البيع الشراء مشروع، بس اذا في خوف من هالشيء اللي عم تقوله لازم يعني يؤخذ بعين الاعتبار. هيدا بخليني اطرح سؤال، طب هيدا الحق مشروع،
لكن ليش في فئة بهالبلد أو قوة سياسية؟ أنا ما بدي أقول فئة لأنه برجع بكرر الموضوع منه شيعي. ليه في قوة سياسية أمنية عسكرية مسلحة عند هذا المخطط؟ ليش؟ إذا نحن كلنا أهل بالبلد، كلنا أخوة بالبلد، ليش عم تمشوا بهذه الخطة؟ إما الترهيب وإما التهديد وإما الترغيب وإما الشراء والتمدد العقاري الأمني. لو تمدد عقاري أنا ما عندي مشكلة. خلينا نرجع على الموضوع، يعني موضوع كتير مهم وحساس. بسطتي بالهذا على كل الشيخ بطرس حرب فات بهالموضوع من فترة من مزبوط. الفترات مزبوط. ما فات لأنه بطرس حرب المواطن الذي هو من القيادات السياسية اللبنانية الوطنية اللي منه طائفي. بطرس حرب منه طائفي، رجل وطني جدا كبير، لكن عم بيشوف، منه غريب على اللي عم بيصير. نحن منه غربة، نحن عم نعيشه كل يوم. بعتوا كاميرا بكرة على شويفات، على دير أوبل، على مناطق علي، على مناطق الشوب، سألوا الناس، سألوا الناس كيف شو عم بيصير. مسؤولية الكنيسة، أموال الكنيسة، الكنيسة شو عم تعمل؟ أغنياء المسيحيين شو عم يعملوا؟ ليه عم بيبيعوا أراضيهم؟ هيدا السؤال. ليش؟ ليش؟ في الكنيسة كمان إذا كانت حريصة على عدم بيع أرض لسني أو لشيعي أو لدرزي. ليه يعني ما في حرم كنسي؟ ليش نحن سنة لما كان في حرب الجبل وقيل أنه الدروز دمروا قرى المسيحية وزدتوا المسيحية برا؟ أوكي، صارت حرب، في فئة انتصرت على فئة أخرى، صار في تهديم للقرى. بدي أقول لك إياها حقيقة للتاريخ، وأنا هلأ مسؤول عن الكلام عم بقوله. 99% من أسباب تدمير القرى المسيحية كانت لأسباب لمنع تمدد حركة أمل وجوارة وجماعتهم ولمدى تمدد الجنوب إلى مناطق جزيرة. طلع السبب نعم. الحرب هاي والشاهد على كمان ذلك الشيعي. والشاهد على ذلك عم بقول لك للتاريخ، وبكرة بدها تبين بأرشيف الفاتيكان. بس ليه بدها تدمر قرى مسيحية وليه بدهم ينقتلوا مسيحية كرمال؟ لا 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 لا، القتل الحرب صارت، دخول على القرى المسيحية حصلت. مش هيدي النقطة، هيدي النقطة صار في حرب، في فئة ربحت على فئة أخرى، لكن لما وصلت هذه القرى بين إيدين فئة من الفئة المنتصرة ما عادت فيها، وما هدا نزلتها بالأرض لهذه الأسباب. وبكرة بينكشف بأوراق الفاتيكان، بأرشيف الفاتيكان، بأرشيف المبعوث بوهيغاز اللي كان موجود بجزين طوال الوقت، لماذا كل القرى المطلة وظهر وكل هالمنطقة اللي بتوصل لجون وهذه، ليش هذه القرى برضا الفاتيكان يعني الكنيسة العالمية؟ نعم. انه هدموها احسن ما فوت حدا وتصير قرى من فئة اخرى. خليني ارجع لملف الانتخابات، عن جد موضوع متشعب وكبير. هاي للتاريخ. حضرتك كنت عم تقول وصلنا لهون يعني عن قانون الانتخابات، بدي ارجع لقانون الانتخابات. قدمتوا طرح مخيط على قياسكم مع القبول ومع الاعتراف انه اهلا وسهلا، نزلوا اعطونا كل التعديلات التي نشتغل على تعديلات سوا، نحن جاهزين. قدموا تعديلات قوى 8 أدار ما مشوا فيها نقبل 10 من 11 تعديل، ما بعرف شو ال 11 اللي ما نقبل، بس بقي مطروح. الواضح نحن اللي لمسناه خلال المداولات مع هذا الفريق انه اعتبروا انه نحن نزلنا بالمشروع المختلط لمواجهة الأرثوذكسي، لإفشال الأرثوذكسي، فإفشال يقابله إفشال المشروع. إحساسنا وقراءتنا منذ فترة طويلة هو إنهم يريدون يعني تأجيل الانتخابات أو إحداث نوع من الفراغ. العماد عن واضح ما بده حتى تمديد يعني 6 أشهر، هالتمديد اللي هو قصير نسبيا للسنتين، ما بده إياه، يعني عم تلبسوه شيء مش صحيح. بعد شو خلينا نشوف أولا العماد عون شو رح يعمل. أولا بال اتفقنا أنه ما نقدم الترشيحات قبل الجلسة، نعلق تقديم الترشيحات مشان ما حدا يجينا يعني
أشكال وألوان ويطلعوا بالانتخابات بالتزكية. تنشوف أول شيء اللقاء المقبل للجنة التواصل بين هلالين، في منهم بيعتبروا الأشكال ألوان أفضل من الموجودين حاليا، يعني بس تما نظلم العالم اللي بتترشح. لا لا، بس أشكال ألوان بتكون يعني مرات بيكون في نوع من تلغيم لأليك. مش حقول أشكال وألوان، يعني هذه الانتخابات مين ما كان خليين ينزلوا. أستاذ علي، تيار المستقبل اليوم بده انتخابات بوقتها، بده إياها على أساس مختلط، أو بده إياها على أساس الستين، أو بده التمديد. بدي كلام حقيقي وواضح، لأنه النواب مع احترام إلهم بس كل واحد بيخبرنا خبرية منجي على التطبيق ما بتكون موجودة. يعني تيار المستقبل بده انتخابات، له مصلحة بالانتخابات، له مصلحة بانتخابات تصير بأجواء سلمية وبأجواء يعني سلاسة. شو يعني هيدا؟ يعني انه ما يصير في ضربة كف، يعني كله يكون عادي ويكون الفريق الآخر مستعد انه ما يخرب الانتخابات. لانه اللي بخرب الانتخابات هذا يعني انه بدك انتخابات بوقتها او تمديد. لا لا تقني... هلا اليوم ما بقى فيكي، ما بقى فيكي تعملي يعني اليوم. طلع اليوم تمديد شهرين مشان التحضير شيء، وتمديد سنتين شيء ثاني. انطباعي انه عم ينحكى كل الجس النبض اللي صار من جهة الرئيس نبيه بري، من جهة القوى اللي محيطة بالرئيس بري، لأنه بشكل غير مباشر الرئيس بري انتبه أنه هو ما يلفظ الكلمة. كله الجس النبض عم بيكون على السنة والسنتين، ما عم بيصير جس نبض على شهر وشهر ونص. وأنا يعني إذا بديك يعني من خلال متابعتي ومن خلال يعني تقاطع معلوماتي من الأفراد من الأطراف كلها بما فيها 8 أزار، بالرغم أنه مرات ما بيحكونا بس نعرف في البعض منهم بيحكونا بالرغم من الاختلاف، في جو لتأجيل الانتخابات ولتأجيلها لمدة غير قصيرة. القانون الستين فعليا هو القائم. انت بترحبوا فيه هيك بالمبطن مثل ما بيقولوا، يعني ما بيزعجكم؟ صراحة ما عندنا مانع. ليش بدي هذا؟ ما عندنا مانع إذا بيقبلوا الباقيين، إذا بينزلوا فيه ما عندنا مانع، إذا ما بدوا ينزلوا بقانون الستين ما ينزلوا، مش مشكلة. يعني لن نقاتل من أجل الستين ولن نقاتل من ضد الستين. قتلتوا للمختلط، هل صحيح إنه رئيس سعد الحريري يعني من كان مفروض إنه الأربعاء ذات أربعاء إنه ينطرح الأرثوذكسي بند وحيد على جدول أعمال، وصار في فتور بين العلاقة بين المستقبل والقوات لأنه القوات تمسكوا بالأرثوذكسي، وصار في اتصال بين رئيس سعد الحريري والدكتور جعجع. قيل بالكواليس انه رئيس سعد الحريري تولى الاتصالات بشكل شخصي ومباشر وعرض على الدكتور جعجع شي 7 مقاعد زياده بس يتخلى عن الارثوذكسي، ومشان هيك رجوا القوات التخلي عن الارثوذكسي. لا، اولا القوات بعتقد انه عملوا قراءه اوسع من قراءه الارثوذكسي، والقوات اولا ما كانوا على تناقض مع المقررات، اخر مقررات اللي هي مقررات بكركي، لجنة بكركي اللي اتفقوا انه يبحثوا عن قانون اخر. القوات عارفاني ومش عم بخترع شيء جديد لانه سمعتوها بمؤتمرات صحفية للدكتور سمير جعجع، عارفاني انه القوات وغير القوات قانون انتخاب لن يمر اذا كان هناك طوائف ضده، يعني اذا كان في بلوكاج من طائفه. طب ليه ما مشوا فيه للاخر ويروحوا على الجلسه وتغيب فئه او فئتين ويطلع من الرئيس بري انه هالجلسه غير ميثاقيه؟ لا، الرئيس بري كان عملنا فخ، مع محبتي للرئيس بري يعني بنحبه، يعني انا ما بحب حزب الله، ليك انا ما بحب حزب الله بس بحب نبيه بري. لانه لا، شو هالسر هيدا؟ لا لا، اولا في علاقه، في عندنا علاقه 40 سنه عائليه نحن وياه للرئيس بري. هذا بالموضوع الشخصي، بالرغم من انه نتطابش نحن وياه كثير، هو ب 8 اذار وهو حليف للنظام السوري وحليف لحزب الله، هذا موضوع اخر. لكن نبيه بري يحاول بكثير من الاوقات ان يكون يعني رئيسا للمجلس لكل اعضاء المجلس، بحاول انه يكون هذا الرئيس اللي له علاقه باللعبه التقليديه. حزب الله هو حزب انقلابي بالبلد، نبيه بري منه انقلابي بالبلد. نبيه بري يحاول أن يفعل شيء على طريقته، يعني نتصادم معه مرات، نتوافق معه مرات أخرى، هذا موضوع آخر، وأكثر الأوقات عم نكون على صدام معه لأنه موقعه بموقع آخر. بس مش هذه النقطة، رئيس بري ما في شيء بيضمننا أنه ما بده يعملنا كان فخ، لأنه هو رح أقول لك شو، نحن كنا موعودين انه لن يطرح الارثوذكسي اساسا، لن تفتح جلسه مشان طرح الارثوذكسي طالما المكونين الاساسيين يعني السني والدرزي
ولما بقول الدرزي يعني كل الدروز والسنة يعني المكون الأساسي تبعهم اللي هني 99.9 من نوابهم عم بيقولوا لا. هذا كان الاتفاق. وإذ صار شيء دفع الرئيس نبيه بري إلى تعيين الجلسة بند وحيد انت بتعرفي لإقرار وانت ست العارفين بموضوع مجلس النواب لأنه بتغطي كتير انت بمجلس النواب. بس شو اللي تاريخيا انت بتعرفي انه هيئة المكتب هي بتقرر جدول الأعمال. ايه الرئيس بري والرئيس بري سأل هيئة المكتب غالبية هيئة المكتب قالت له لا. بس هون طبعاً نظلم الرئيس بري لأنه باجتماع سابق وقت اللي علقوا المها الأستاذ علي بيقول الرئيس بري أنه أنا ما رح أدعي هلأ لجلسة ولكن إذا خلصت المهلة وما كان في اتفاق أنا سأدعو إلى جلسة وعليا الأرثوذكسي. فالرئيس بري يلا من قبل يعني نحن بننسى شوي بنرجع على الحاضر. لكن كل الكلام اللي كان بيننا وبين الرئيس بري أنه أنا إذا في شيء وبعدين معترف الرئيس بري أنه غير ميثاقي الموضوع. يعني كان لازم هو يدعي لجلسة بس يبقى على كلمته بغيب المكون أو المكونين الأساسيين. شو بيصير؟ بيقول الرئيس بري هذه الجلسة ما فيني اعتبرها ميثاقية فلا تعقد الجلسة. مين بيضمن لنا كان مين بيضمن لنا نحن لقوة 14 أذار يا ستنا انه ما بيضحش وبيلاقي لي يعني ما بصدق فيه بالعربي بهذا النهار. لا لا خليني احكي بهاي القصة تحديدا من عزه للرئيس بري على صعيد شخصي بس بالسياسي ما لنا ثقة فيه صراحة. ما لنا ثقة وما لازم يكون لنا ثقة لأنه ما بنعرف نحن لو وصلنا على الجلسة وضل هو ينيمنا على حرير غير اللاميثاقية الجلسة وصلنا على الجلسة وطرح التصويت شو بنعمل؟ كيف 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 بنخلص من هالقصة؟ طيب التنين نهار اللي اجتمعت معه بيصوتوا على الأرثوذكسي يقر الأرثوذكسي وبتصير نحن بنبكي على الأطلال وبيصفي الرئيس بري مثل ما عطى مثل ما لقى فزلك قانونية أو اخترع شيء بقانون البرلمانات وبدساتير البرلمانات انه منعطل مجلس نواب لمده سنه ونص بس ما في مشكله طب وحابين دستوري مع كل هيدا وحابينه للرئيس بري. كان التنين لما اجتمعت معه انا بقول انا بحبه في منهم في ناس ما بحبوه كل ما بستقبل حدا من 14 اذار بيقول لي بنحبه للرئيس بري هلا بينحب هو بس انه مع كل الخلاف السياسي ولا كان نهار التنين لما اجتمعت معه هيئه مكتب المجلس وما وافقهم يعني ومشي بالطرح بطرح الارثوذكسي لحاله بالمساء يعني التنين عشية كان لغاية الاثنين مساء كان بعده الأرثوذكسي مطروح بند وحيد صحيح. شو اللي جرى لحتى القوات تراجعت وغيرت برأيي؟ سألتك إذا الرئيس حريري وعدهم بإعطائهم مزيد من المقاعد قلت لي لا لأنه قريب من الرئيس حريري وبتعرف بكل بساطة مشينا بمقترحات مجمل مقترحات التي اقترحها الدكتور جعجع بالمختلط بمعركة بالمختلط وهو وضح الشيء وأنا بحب يعني أن يشير أنه مظبوط كان الجو في شد كتير 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 صحيح. ومش بس هذه مش أول مرة في فترة وأنت على علم فيها أيضا أنه إجا فترة كان في شد كتير بين 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 القوات وبين تيار المستقبل بين القوات وبين مكونات اخرى من من 14 اذار المستقلين وبعض صحيح. القوى الاخرى بهذا الموضوع لكن والله بيشهد والله بيننا وبينه للدكتور جعجع ما في مره كان في حدا من هذه القوى اللي فاتت بعضها بهذا الموضوع الا من مؤمني انه في عودة إلى نقعد سوا صف واحد مثل ما كنا وقوة يعني في إيمان بأنه نحن نفس الخط ونفس التوجه ولذلك دايما كنا نقول أنه أوكي مختلفين على هالموضوع شو يعني بس عنا قصص أساسية أكثر وهذا هو السبب الذي أخذنا أنه معظم مطالب الدكتور جعجع يعني دكتور جعجع يعني اللي كان عم بيحكي مش كقوات اونت ما كان عم بيحكي كمسيحيا حزب الكتائب اعترض على شو على رسم بعض على رسم بعض الدوائر على بعض الهذا جينا قلنا انت مكون اساسي تفضل يلا تعديلاتك حطها خلينا نمشي فيها سوا فلان حط يعني
ما سكرناها، منو اتفاق مستقبل القوات، هيدا بلاتفورم عملنا نوع من تخيط على قياس مستقبل القوات وجملات كمان مع حفظ الألقاب، وصرتوا توزعوا هيك جوائز طردية للآخرين. يعني خليني يعني هيدا إذا أعطيتي صورة فيها ما عم بحكيك مثل ما عم بيحكوا النواب بمجلس النواب. يعني لما بيقولوا تقسمت منطقة كمان مع يعني مع احترام للألقاب، لما تقسمت منطقة جملات مثل ما هو بيرضي، ليه ما بدها تتقسم مناطق تانية؟ البعض سأل ليه بدهم يضموا بعبدة المتن وجبل لبنان، هاي فيها إشحاف تحديدا الكتائب اللبنانية، هون ممكن ما زبطوا لنا التقسيم. مزبوط، وهي معهم إياها، معهم حق فيها، إنه موضوع بعبدة علي انتركت عليهم مثلا، إنه بعبدة علي إنه وهيدي بعبدة عفوا مش علي بعبدة، وبعبدة معروف إنه المكون الشيعي زائد جماعة ميشيل عون بيقلبوا النتيجة هونيك، أوكي؟ ومعهم حق، ولذلك نعمل لإعادة إجراء تعديلات التي تناسب التي يحق الكتاب مع حق فيها. بدي أرجع على موضوع المطالب جملات بحب أقول لك إياها، بالرغم من كل الحكي اللي بتسمعوه على التلفزيون واللي فيه بروباغاندا والنشاط الأخبار اللي بتحكي كتير وبتعطي بلاتفورم هيك، بتعطي ميكرو تبعها بتوزعه مرات بغير موضعه، عندما نقول الحصة الجملاتية على عكس كل القوى الأخرى بما فيها تيار المستقبل عم تحكي على الحصة الدرزية، ما عم تحكي على الحصة الجملاتية. ما هو أخذ كل الحصة الدرزية، هي الحصة الدرزية، هي مصالح الدروز بلا استثناء، بلا استثناء، بمن فيهم اللي منهم بيخطوا تحديدا بس بيتحالفوا معه. مصالح الدروز مختصرة بس بالنائب وليد بيك جملات، يعني في ناس بينتقدوا كمان. لا مش أنا ما عم بقول لك إنه في ناس منهم هذا، لكن يمثل مصالح الدروز في هذه التركيبة اللبنانية المعقدة، في هذه الغابة اللبنانية، بهذه الوحوش الكاسرة اللي حوالينا، إيه بيمثلها وليد جملات، مع احترامي لكل القيادات الأخرى. يعني بيمثلها وليد جملات، أمير طلال إرسلان ما بيمثل، وقام وهاب الوزير وقام وهاب ما بيمثل، طبعا فينا شخصيات تانية. لا 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 ما بدنا نحكي بالأسامي. نعم. بستثني من اللي بدي أحكي فيهم الأمير طلال إرسلان. نعم، لو حيسيته يمثل وهو عند الأمور الجدية هو وليد جملات بيكونوا مع بعضهم، ما بيزيحوا عن بعضهم، مختلفين على الموضوع السوري بس متفقين على الموضوع الدرزي، الباقيين موضوع آخر، بس عم نحكي طبعا ما عم بقول انا انه جملات هو الاله وما في حدا حده، لا، في قوى، في عائلات، في مواقع قوى ما بيقدر هو كمان لحاله يتحرك بدونها، بس هيدي كلها عطيته ثقتها وعطيته بما فيها الناس اللي مثلنا اختلفنا معه على موضوع حزب الله. خليني اتوقف مع فاصل اعلان وارجع في كلام كتير عن وليد بيك جملات روحته على السعوديه والحكومه، ونكفي شوي بموضوع الانتخابات. فاصل اعلاني ونتابع. نتابع حوارنا مع عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل الصحفي علي حمادي. بدي شوي احكي بعد موضوع الانتخابات واختم وخلص. اليوم بظل هال يعني رفض 8 أدار تحديدا تيار وطن الحر للمختلط المقدم من قبل الثلاثي قوات مستقبل جملات، رفض طبعا الآخرين لما تقدم به الرئيس بري اللي هو كمان مختلط، انه ليش ما بيقبلوا فيه، رفض البعض السير بالستين مع انه هو قائم وما بيقدر حدا يلغيه الا بقانون، رفض بعض اخر للتمديد. اليوم هيك الاحد عشية الجلسة بكرة، شو معلوماتك رح يصير؟ معلوماتي انه رح تسقط كل الاقتراحات ورح يتم التعليق الى نصير اسبوع الجاي عنا 10 ايام لنشتغل على تمديد ولاية مجلس النواب بناء وبدون ما راح يكون في قانون. والمشكلة انه ما في قانون انتخاب. شو قصدك بدون قانون؟ بس يعني ما راح ما في بوادر اتفاق على قانون، راح يكون تعطيل وتعطيل متبادل، اي شيء راح نتقدم فيه راح يعطلوه، اي شيء راح يتقدموا فيه
راح نعطله، لأنه نحن نؤمن بأنه أي شيء بده يتقدموا فيه هو مشان. بفهم منك يعني قصة التمديد اللي كل واحد خايف يطرحها عمليا تما يلبسوا إياها راح تجي من رئيس الجمهورية. هي الرئيس نبيه بري بلش يحكي، بلش يمهد له أنه أنا إذا حزت المحظوظية ما رح أنا لما سألته للرئيس بري لما شفناه من نهارين قال أنه هو ما بده، بس في شيء ليه عم نهرب منه؟ اتفاق. عطول مركز على الاتفاق، بس قال أي تمديد ولو تقني يجب أن يتم قبل 31 الشهر. نعم. بس من بعد الكلام أنه بيتقدم بالتمديد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. صحيح. أو الحكومة، هل هذا ما نتوجه إليه؟ لا، ويمكن رئيس الجمهورية ما يفتح ما يطلع مرسوم بفتح دورة استثنائية بعد 31 الشهر. هلا في قراءة أخرى بتقول ما هي منعقدة الدورة اللي بيظل غياب حكومة. برافو عليكي، يعني هيدي انعطى الاجتهادين. ما هي المشكلة بلبنان، الاجتهادات شغلي انه بعد 31 بتسكر الدوره، ما دور الانعقاد بينتهي، وانه بتصير بحاجه لمرسوم رئيس جمهوري بيصدر المرسوم. طيب بنفس الوقت الرئيس بري طلع فزلكي انه لا ما في حكومه، واذا في انعقاد دائم لغايه ما يتم تشكيل الحكومه. انا بتقديري، خلينا نبسط الامور على الناس، تقديري هناك استحالات متقابلة، ناس فايتة ببعضها، قوى سياسية فايتة ببعضها، المعطى الإقليمي هو اللي عم هو بتقديري اللي عم بيضغط على البلد لدرجة إنه مخلي كل شيء معطل بما في تشكيل الحكومة. ونحن يا ريتو الرئيس تمام سلام من أول أسبوع حوصل لها للحكومة، بس أول 10 أيام شكل حكومة تكنوقراطية وزت الطابة بملعب الفريق الآخر، خليهم يرفضوا الأسماء اللامعة والكويسة. طيب يعني ما في اتفاق على مختلط؟ ما في ما في ما في ما في رايحين على 60 برأيك؟ لا. نعمل انتخابات على 60؟ لا، رايحين على التمديد، بس تمديد بيجي من الحكومة. إذا بيروحوا على 60 ما عندنا مانع، بس مش هذا الموضوع. وكله ما عنده مانع إلا القوات اللبنانية. القوات اللبنانية بتقديري ما عندها مانع، لكن إذا كل القوى مشيت فيه ما رح توقف ضده، بس أنا برأيي ما حدا رح يمشي. ورايحين تقدموا نوابكم يقدموا ترشيحاتهم وفقا لقانون السدين، قيل لقطع الطريق على التزكية، ولكن هو في رغبة فيها. لا، لقطع الطريق على التزكية. الرغبة الفعلية للستين، يعني خلينا نقول هو بفريق فريق جبهة النضال الوطني مع الستين بكل وضوح، وما عم بيخبوها كانوا. صحيح. لكن ما كانوا مسكرين الباب واضح إنه على شيء آخر. نحن منا ضد الستين، شركائنا ما أفضل من التمديد والفراغ بتلاقوا. إيه، بس مين اللي بده يعمل فراغ؟ هات نشوف مين بدهم يعملوا فراغ بالحكومة، يعني بدهم يمنعوا تشكيل الحكومة، بدهم يمنعوا إجراء انتخابات، وبعدين بدهم يتركوا قصة مجلس النواب لآخر لحظة للتمديد. طبعا لو مشيتوا بالارثوذكسي كانوا مشوا، يعني بتتهمون، بس لو مشيتوا للاخر الارثوذكسي معمول لتفجير قوى 14 اذار. طب شو بالمختلط المقترح من قبل الرئيس بري؟ بيمشوا هن، يعني ابدوا ايجابيه تجاهه قوى 8 اذار وحتى الحزب اذا عم تقصد أيال الجديد. لا بس لنص ارثوذكسي نص 60. بس ما هو المشكله انه طلع اقتراح هيك منه مشغول، يعني هلا الرئيس بري يمكن شاغله بس لا. لا معمول، هذا معمول بلعبه انه انتم عندكم اقتراحات بيومين بتطلعوها، انا بطلع بساعتين اقتراح. هذه كلها معارك وكلها لا يوصلوا للتمديد. يا ستنا لا يوصلوا للتمديد، بس من سوف يمدد؟ وهل حقيقه القوه المعطله بالبلد اللي هي بنظرنا حزب الله بده تمديد لمجلس النواب؟ طب شو رايك بده الحزب؟ ما ولا بده انتخابات بتقول، ولا بده تمديد، بده تغيير النظام، بده تغيير الصيغه، بده تغيير التوازنات بالبلد، بده نصف الطائف، بده مؤتمر تاسيسي يقوم بدل ما يقوم على 200 الف قتيل خليه يقوم على تدمير المؤسسات. حكي فيها طلال ارسلان، الامير طلال ارسلان والوزير جبران باسيل قال يعني الطائف انضرب وصار بده تغيير ايه، فهيدا ممكن يكون هذا يعني هو كل شيء عم ينعمل يصب هون، انه انا بعمل بلوكاج بكل البلد، بوصل البلد على الافلاس على الجوع، بسكر البلد بمؤسساته، بمؤسساته الامنيه، مؤسساته السياسيه المدنيه الاجتماعيه، بسكر مجلس النواب عمليا تفريغه، يعني سكرته، يعني بعد 20 حزيران الرئيس نبيه بري مع 127 نائب روح عبيوتون، ما هيك 127 زائد الرئيس بري ما بيعودوا نواب، ومصفي البلد هيك لا معلق ولا مطلق. في سلطة تنفيذية تصرف أعمال لكنها غير ما عندها شرعية
التثبيت المجلس ما عندك ولا مؤسسة، قيادة الجيش بتفرغ بعد أقل من 3 أشهر، عندك مزبوط. التمديد يعني بآخر الصيف لقائد الجيش وفي تهويل، وبهالشهر على فكرة بيطلع 3 أعضاء من المجلس العسكري على التقاعد تماما، طار يعني المجلس العسكري، وبعد بشهر 7 رئيس الأركان، يعني عمليا بتفرغ المؤسسة يعني الجيش. وفي تهويل على قائد الجيش بهذا الموضوع وتهويل على رئيس الجمهورية إنه ما بدنا نمدد وما بدنا نمدد لك. برأيك لما بنوصل لعشرين حزيران وبينتهي ولاية المجلس هون، لما بيشوف رئيس الجمهورية هالوضع هالقد رايح لسيء، ما بيطلب تمديد لمجلس النواب اللي هو بحق له هو ورئيس الحكومة؟ له بحق له أكيد. خليني أرجع على موضوع الحكومة، أنت عم تحكي عن بيع الأراضي وبتقول أكتر شيء شوف مهدد من الشيعة، قلت هالجملة، هل لهذا السبب وتهديدات أخرى؟ شوف الدرزي والمسيحي. عاد وليد جملاط من المملكة العربية السعودية بزيارته الأخيرة وقال أنه ما بيمشي بحكومة أمر واقع، أو طلب منه من المملكة أنه ما يمشي بحكومة أمر واقع، هات لنشوف. لا، هذه قناعته للنائب وليد جملاط هي أنه ما يصير في صدام بينه وبين حزب الله، لأنه خايف مثل ما عم بتقول. يا يعني ستنا، بكل بساطة، حزب الله بس يصير في خلاف سياسي بينك وبينه ببلش يهدد بالسلاح، وتحديدا بالمناطق اللي فيها مناطق تماس ومناطق حامية. هددوا للوليد؟ ما أنا بتقديري ما هددوا، ما عندي معلومات، لكن في إشارات على بدء تحريك، وهيك يعني الشيء عم يتحرك كان بالمناطق الحساسة المتداخلة بين الطائفة الدرزية وحزب الله. بشو تمثل يعني، شو المظاهر غير الاعتيادية اللي كانت؟ لأنه هني عندهم أمن ونحن أهلنا بيراقبوا بيشوفوا شو عم بيصير. تحرك الأمن يعني؟ لا، في جو، أولا صار في تكديس سلاح، صار في حركة غير اعتيادية هيك لزعران على الطريق صيدا القديمة. مرات بتعرفي انه 99% من اعمال السلب اللي بيتعرضوها للناس ببيوتهم او على الطريق داخل بلدة الشويفات اللي هي بلدة الامير طلال ارسلان. ما هيك هن جماعتهم اللي جايين من حي السلم ومن الليلكي. نعم. طب ليه راح وليد بيك على السعوديه؟ ما زال هيدا رغبته يعني، البعض قرأ فيها انه راح ياخذ املاءات، واذا هي رغبته ليه بده يروح لهونيك؟ لا، راح ياخذ املاءات، انا بظن انه وليد جملاط عنده استراتيجيه واضحه، هو منه ب 14 لكن هو كينونته او كيانه 14. اوكي، قاعدته 14. اوكي، هو عمل 14 وانا عملت 14، هو اللي عملها. طيب، هيدي نقطه، لكنه يريد أن يبقي الأمور هادئة مع المكون الشيعي وتحديدا حزب الله اللي هو الخطر، مش نبيه بري، حزب الله اللي هو ليش؟ اللي بيحرك لك الأمن، اللي ببلش باغتيالات، اللي بيصير يحرك طيب الزعران. بس ليش على السعودية؟ لأن السعودية كانت عم تدفش باتجاه حكومة أمر واقع. لا، السعودية أولا حاولت أن لا تتدخل وتركت الأمور لسعد الحريري. أوكي، وكل مين كان عم بيجي يراجع السعودية بموضوع الحكومة والتكليف، وهذا كان عم بيقولوا في عنوان اسمه سعد الحريري. أوكي، اللي هو زعيم هذه الفئة اللبناني مقيم لأسباب قاهرة برات بلده. هيدا المرجعية بتحكوا معنا، ما في تحكوا معنا بالتفاصيل، بدكم تحكوا معنا بتحكوا معنا لما سمي تمام إسلام. قال صراحة وليد بيك جملاط انه ما بيمشي بحكومة أمر واقع. ليكي، وكل الكلام اللي انه أمير بندر وهي حكومة بندر وهذا هيدي كله من أجل أنه توجيه الشتائم للعالم. طيب، لما سمي الرئيس المكلف قال صراحة وليد بيك جملاط أنه أنا ما بمشي بحكومة أمر واقع، وهو اللي بيحكي بيفعله وواضح لحد، ليش بعدهم رايحين قوى 14 أذار باتجاه حكومة أمر واقع؟ لأنه هيدا رأينا ومنه أمر واقع، يعني ما تتشكل حكومة يا ستنا. كلمة الأمر الواقع هي كلمة صدامية واستفزازية، نحن لم نرد أن يكون هناك استفزاز، بالرغم من كل اعتراضاتنا وكل علامات الاستفهام اللي عليها 200 خط أسود وأحمر وأخضر والبدك على حزب الله وسلوكياته وتاريخه وتعاطيه ودمويته وإجرامه، وبقلك بالمشبرة على الكلام، بالرغم من ذلك كله نقول أنه نحن لم نرد أن يكون هناك أي صدام مع حزب الله ومع قوة 8 أذار. لذلك جينا قلنا يا خيي، نحن بالبيت وانت بالبيت
خلي يفوت ناس يمشوا البلد، يمشوا شؤون الناس، يمشوا الاقتصاد، يرجعوا شوية ثقة إلى 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 هذا البلد، يعني يخلوا البلد رايق. سوري على السؤال، ليه أنتوا اللي بتكون تقرروا كيف شكل الحكومة؟ لا نحن ما قررنا، نحن هذا مقترحنا، ولذلك هن عاملين بلوكاج عليه. نحن معنا، نحن هذا اقتراحنا. ولو نحن بدنا نقرر لحالنا بدون ما نرجع لشريكنا بالوطن، كنت تشكلت الحكومة ومشيت من زمان. هلا شو قدامها هيك؟ ما بدنا صدام، ما بدكم صدام، بدنا اياه يقتنع. بس كمان هو ما بده يمشي بشيء ما انه ضامن حاله فيه، لانه يا ستنا ما رح نعطيه اللي بده اياه. خلي يعرف حزب الله. لا انتوا اللي بقطعتوا في رئيس مكلف، يعني عم تحكوا بصيب بصفة كانه انتوا عم تشكلوا حكومة. ما رح اقول لك شيء، لو بالتكليف والتشكيل الرئيس المكلف، بس اذا نحن مشينا بما يطلبه حزب الله، يعني حكومة سياسية تتمثل كل القوى السياسية فيه، رح نجي نقعد على الطاولة. نحن اللي بدنا نعطيه، نحن اللي بنعطيه قبل الرئيس المكلف، لأنه نحن اللي بيكون عنا 6 وزراء و8 وزراء و10 وزراء، نحن بنكون القوة الوازنة بوجه القوة الأخرى، بالرغم من أنه رئيس الحكومة. ليه أنت بك تكون القوة الوازنة؟ لأنه 14 أذار إذا عملنا حكومة سياسية، ما بنكون نحن القوة الوازنة بوجه 8 أذار؟ أمر عادي. ما بعرف. لا ما بيصير، يعني نحن عنا 59 نايب، غيرنا ما عنده نايب. شو بنرجع بنعمل شغلة بنرجع من طب ليه ما بتكون عندكم انتو تلت معطل؟ مع مئاتي عندهم تلت معطل، عنده نايب وربع، بده ياخذ 5 وزارات عشو؟ هي نكتة هيدي. وبعدين طلع وكل وزراء ولمئاتي ما قالون عازي، يعني سوري بالكلمة. ايه ما قالون عازي، لأنه هيدي حكومة حزب الله. حاجة نكذب، هو رجل لايق وكويس وبدك اياه، ورجل عمل ناجح، بس انه حكومه منا حكومه حزب الله. نعم هي حكومه حزب الله. انا عم بقول انه حزب الله ما رح نعطيه الاشي اللي بده اياها، بده تلت معطل، مش رح نقبل الحكومه فيها تلت معطل لحزب الله، خليه ينساها. يعني عم تقول ما بدنا حكومه، ما بنعطيه تلت معطل، في موجود شيء بالدستور في اسمه تلت معطل؟ لا هو بيقول بدي قد حجمه. حجمك وين؟ عم بيقول سيد حسن نصر الله انه انا ما عم طالب بحجمي الواقعي، عم طالب بحجم النيابي. حبيبي حجمك الواقع بيعطيك 70 نايب، نزل على الانتخابات جيب 70 نايب. ما هلا عم تقول نحن 59 نايب، يعني عم تحكي بالأحجام. لا عم بقول انه اذا يا سيد حسن انت حجمك 70 نايب، خدهم بمجلس النواب، مش تقلي انه انا عندي 400,000 مواطن وراي و600,000 مواطن و500,000 مواطن. طيب برأيك هذا واحد. نعم. اثنين مش رح نعطيه ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، هيدي مش رح نعطيها. برأيك تشريع وخصوصا تعملي حكومة سياسية نحن وحزب الله وهو نزل قتل بالسوريين بالقصير، ليه؟ هلا مش هيك رح أخلص من موضوع الحكومة لأحكي شوي عن القصير وحزب الله. أنتم ما بدكم تعطوا تلت معطل، أو ما مش بدكم تعطوا، غير راغبين بإعطاء لما نقول إنه أنتم عم تشكلوا حكومة وثلاثية وهن بدهم. بس أنا بتأمل جماعتنا قيادات 14 أذار يضلوا على كلمتهم صراحة، لأنه للأسف تعودنا إنه نقول لا وبالآخر تتقنون فن الخسارة. برافو عليكي، قلتيها عني. مقابل إنه تمسككم بالرفض وتمسككم، خليهم يسمعوا الشعب. نعم يسمعوا شعبهم قيادة. الرئيس تمام سلام، هل سيقدم حكومة بظل تعنت الفريقين، واحد بالرفض وواحد بعدم القبول إلا مع أعطاء التلت الضامن أو المعطل والثلاثية، رح يقدمها هالتشكيلة أو بده الرضا تيقدم؟ لا ليكي، الرئيس سلام هو رجل ميثاقي، هو رجل حوار، هو رجل تواصل، منه رجل صدام. ونحن لما طرحنا اسم الرئيس تمام سلام طرحنا من باب انه نحن لا نريد التصادم، نحن نريد رجلا يعني صديقا لنا، حليفا لنا، لانه بالنتيجه هو يعني هو حليفنا، لكن هو حليفنا مع خصوصيته، يعني حيقدمها ولا ما حيقدمها مع استقلاليته. انا برايي لانه انا ما قال لي شيء لالي، اي بس قراءتك ومعلوماتك. انا برايي ما راح يقدمها، ما راح يقدمها، وبفهمه لانه لأنه عم بيهددوا ينزلوا على الشارع، وعم بيهددوا أنه يعملوا 7 أيار جديد، وعم بيهددوا ما يسلموا ما يعملوا تسلم وتسليم، وعم بيهددوا أيضا أكثر من ذلك أنه عن طريق الرئيس بري أنه ما يعملوا جلسة لإعطاء الثقة، ويخترعوا له كمان قصة مثل ما عطلوا سنة ونص مجلس النواب ومظاهرات وتعديات عن الناس وكذا.
في فئة من 14 هي أزهار هي عدم حضور الأرتدوكسي واعتبار غير ميثاقية لعبت ضدكم كمان فيهم ما يحضروا المكون الشيعي بس وتكون بس غير ميثاقية نط فوق الرئيس بري انتبهي خليني اختم هون ولو ما كفينا لان بعد في 4 دقائق لفوت على القصير اليوم قيل انه الجيش السوري اعاد السيطره على القصير البعض يتحدث انه دعم مهم من حزب الله هناك حضرتك تكتب كثير بهالاطار بالمقابل الجيش السوري الحر والتنسيقيات بيقولوا هذا الكلام مش صحيح وفي قتلى من صفوف حزب الله شو صحه اللي عم بيصير بالقصير وقديش هيدا اذا فعلا الجيش السوري عم يعني يحرز مكاسب بيأثر سلبا على معنويات بيتهمونا انه نحن ما بنحب حزب الله بيقولوا نحن ما بنكره حزب الله وما بنحب الطائفه الشيعيه اللي بيكره حزب الله واللي بيكره الطائفة الشيعية هو اللي عم بيقول لحزب الله تفضلوا فوتوا وعملوا وروحوا على سوريا وخلي يقتلوا هالشباب يقتلوا 100 ورا 100 ورا 100 ورا 100 من هلا لكم شهر بيكون رايح له 600-700 قتيل ويرجعوا بالتوابيت على قراهم بين أهلهم هول اللي بدهم يحرروا أراضي محتلتها إسرائيل بيصفوا قاعدين عم بيقتلوا بالقصير حتى ما في مزارات هناك أوكي كانت الحجة المزار وثلاث ضيع 4 ضيع شيعية انتهينا أنه عم نهجم على مدينة فيها 55-60 ألف نسمة كلهم سنة شو فايتين تعملوا بالقصير السنية نازين تذبحوا بالنسوان وبالولاد وبالعالم يحكى كمان وفي مقاتلين سنة بعدين بالقصير بعدين يحكى أحلى هدية لإسرائيل عم تعملوها يا أخوان أحلى هدية لإسرائيل أنه هجمتوا على اللبنانية وكملتوا بالقتل بعد 2006 تحولتوا لورا 1701 رجعتوا لورا ارتحتوا أنتوا وإسرائيل وبلشتوا تقتلوا باللبنانية وبلشتوا تتهموا اللبنانيين بأنه خونة ومدري شو عطلتوا البلد ودمرتوا لبنان والبدك هي كله وعم تنصفوا الصيغة وعم تنصفوا النظام وهلأ النازين بسوريا قتلوا تتبيح وهذا في شيء 2000-3000 مقاتل طب هل فعلا يحقق النظام والجيش السوري تقدم بالقصير ولا لا؟ يحقق حسب المعلومات اللي عم توردنا هل هو تقدم ثابت وراسخ أنا بتقديري لا بالنتيجة سوريا خزان للمقاتلين سلاح بده يجي سلاح عم بيجي ورح يجي وأنا خوفي وأنا آسف أني أقول هذا أنه سوف تكون مقبرة لحزب الله هني وهذه هدية لكل مين ما بيحب حزب الله وكل مين مبسوط انه حزب الله نازل عم بيخلق عداوات وكراهيه واحقاد على 100 سنه مع الشعب السوري وايده بدم السوريين وعم يرحلوا شباب مقاتلين دربهم على بنا بيقول على بنا ضد اسرائيل ما هيك وبعدين انا بحب اني بس بدي إني تعليقك على الرئيس بشار الاسد امبارح كان يعني عم بيحكي انه هو باقي عم يتحدى الدول الغربيه والدول العربيه اسرائيل حليفه اسرائيل حليف تساعد وتدعم المعارضه وانا احيل بشار الاسد مسيو بشار الاسد في تقدم سياسيا وميدانيا للنظام انا احيل بشار الاسد على ماشات التايمز التايمز اللندنيه يوم الجمعه ماشات على 7 أعمدة بالتايم بتقول انه اسرائيل تدعو الى عدم المساس ببشار الاسد حتى لو كان ضعيفا عدم سقوط بشار الاسد وفي مقال طويل عريض ومن مصادر اسرائيليه حطتها التايم اللندنيه اللي يعني الى قيمتها بعالم الصحافه استاذ علي حمادي اما بشار ان يبقى انا بتقديري لن يبقى بشار وسوف يهزم خلص الوقت شكرا لحضورك بس. تاني مرة بس لنستضيفك لازم نمدد ساعة تانية ملفات كتير معك وكلها دسمة بتحكي فيها بوجودي. شكرا لحضورك مشاهدينا شكرا للمتابعة تابعوا دائما آخر الأخبار عبر صفحاتنا على تويتر وعلى فيسبوك وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb إلى اللقاء